إذا يا أخواننا نرجع لقصة إبراهيم عليه السلام، نعرف منها الفائدة إنه أنت تجيت مع التوحيد وإياك تناصر أهل الشرك. زول بيعبد في القبور ها، ويدعو الناس لعبادة القبور، تجي أنت وتجيبه في ترابيزة وتقعده ها زي المشايخ ديل، وتقول لهم الآن نقدم الدكتور فلان صوفي، نقدم الدكتور فلان صوفي، نقدم ده ما تزكي لأهل الشرك يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتجاوز لإنسان شيء بسيط أنت بتراه بسيط، لكن هو ما بسيط في التوحيد ما بيتجاوزه. امشوا لا لا اتخيل معاي اسماعيل عثمان ومنو وعتاولة بيقول لي هنا وشيوخ كبار جدا واقفين، وده ماسك بتاع الكباشي من يده، وداك الغامدي بتاع الحرم برضه جنبهم واقفين صف، والصوفية بدق في النوبات والمدايح شغالة، وبيجي داك بيبرك للشيخ تحت في كراعه وديل بيعاينوا فيه. أسألكم بالله النبي صلى الله عليه وسلم بفوت حاجة زي دي تمشي فيه كده؟ ده ما ضيع الأمة. رجل قال له كلمة، قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما في مجاملة في التوحيد. الجارية قالت وفينا نبي، وفينا نبي، قصيدة طويلة، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لها لا تقولي هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله. صحابة مشير غزوة حنين دوما الرين بالشارع شافوا شجرة خضراء وكبيرة وكده، المشركين بيعلقوا فيها الأسلحة بتاعتهم، شو لا بعلقوها بركة. بعض الصحابة كانوا حديثي إسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، داري شجرة زي دي كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كدين احنا في معركة هسة، نخلي الموضوع ده لبعدين، وحدة الأمة وحدة الصف، ونحن ماشيين غتال ما نفرق الأمة، قال لهم كده صح؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. السيد تفتكر تقول كلام زي ده يجوك طوال الناس وحدة الصف، لا يقول لك لا يقول لنا وحدة الصف الأمة، ونحن الآن قلنا في موقف حرج والعدو قدامنا كده، خلينا لما نرجع البلد ونقعد بمزاج كده ده نعالج الإشكالات دي. التوحيد ما فيه ولا بعدين توحيد هسه، لأنه زي دي بتخزر الأمة، زي دي بتخزر الأمة. تقول لي ماشيين زي ده كرورنا ده لابس حجبات، وداك تابع للحسن، وداك تابع للجلابية، وداك تابع للشيخ أبو عمر، وداك تابع للشيخ طه، ماشيين للجهاد. ديل بيخزلوك بيخزلوك. ربنا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ده الخذلان أكثر من كده، الخذلان بالشرك إلا تجيب لي قرآن غير ده، الشرك سبب الخذلان. ربنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، السبب شنو؟ بما شنو؟ بما أشركوا بالله. تشرك الله تجيب لك الرعب الخوف الزلة الخذلان. عشان كده وحدة الصف بيدعو لهم صار السنة دي دي عبارة عن شنو؟ ها؟ ده صف أوها من بيت العنكبوت، زي اللي من الجماعة في بيت العنكبوت، ما بينفع ده، ده باطل، ده صف بتاع مآكل، دارين ياكلوا، فهمت كلامي ده؟ دي لو وقعت لك بتفهم الموضوع ده كله، دارين ياكلوا بسبب ها؟ أو بالدين، ما بينفع ده. على أي حال أنا كده يا إخواننا جريت الكلام كثير وما أدري منه كثير، ولخصت أغلب الأشياء اللي قالوها أخواننا أصلاً، يعني ما زدت عليها وما أضفت على شيء. وفي النهاية ده أقول لك نحن دعوتنا البنية اللي دعوا لها الناس دي دعوة يا ناس مبنية على قرآن مبنية على سنة، دارين نربط الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، دارين نربط الناس بعلماء الأمة من السلف الصالح المرضيين. ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستناً فليستن بمن قد مات، ها فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. عشان ما تقعد ماسك لك في زول وفلان شيخي وفلان شيخي وأنا ما بخلي شيخي، يا زول ما تربط رقبتك بحي. إذا كان الكلام ده بقول ابن مسعود في أتو زمن يا أخواننا زي زمننا ده، الله يسألكم زي زمننا زمن طاهر القرون المفضلة، يقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. إذا كان العلماء اللي جاء من بعده من بعد الأئمة الأربعة
قالوا إنه الإنسان ما يتمذهب، ما يكون ماسك في مذهب واحد، وإن كان الأئمة الأربعة كلهم فضلة وأئمة، لكن يقول لك ما تمسك بس تقول مثلا أغوال مالك ما دار أزيد عليها، ولا أغوال الشافعي ما دار أزيد عليها، واللي بيقولوا الشافعي كله أنا معاه، ده ما بجوز، لأنه الشافعي رضي الله عنه ما هو رسول، ويخطئ ويصيب، وكذلك مالك وابن تيمية وأحمد بن حنبل. جيد إن شاء الله. أي نعم.